بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول حاجه جيت فخورين بالشراكه اللي منها مع الرابطه، يمشي يكون تبادل الخبرات، وعنا شرف كبير بان اليوم وقعنا هذه الشراكه معهم. والشراكه ماشي تكونش غير على المدى القريب، ان شاء الله ماشي تكون على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. التواصل نقدروا جا مع الاداره ديال الشركه اللي كان تواصل بيناته، وما كانش اختلاف ولا شي حاجه، بالعكس كانت الامور سهله كما بين قوسين نقولوا. ما جبرناش لا بينهم لا بينا، ما جبرناش شي عقبات ولا شي حاجه، وسارت الامور على ما يرام. دونك اليوم يعني الرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيين وقعت اتفاقيه شراكه مع ابي سبور، يعني الشركه المختصه في الالبسه الرياضيه. كيف كنقولوا يعني بدايه الغيث قطره، الحمد لله اليوم توصلنا بجوج اقمصه رياضيه من شركه ابي سبور، يعني باش تبقى الرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيه باش يبقى يحمل هاد العلامه التجاريه الرياضيه في المقابلات ديالو، يعني المباريات ديال كره القدم. الحمد لله يعني اتفاقيه كتضم مجموعه من الامور، مجموعه من البنود، يعني اتفاق على المدى يعني القريب والمدى البعيد. ان شاء الله كنتمنوا ان هذه الامور هذه ما تبقاش مختزله، يعني غير في حدود ما هو متعلق باقمصه رياضيه، يعني نحاولوا ان شاء الله نطوروها في المستقبل، يعني باش تكون مجموعه من الاستفادات ومجموعه من تبادل الخبرات ما بين الطرفين.